المشجع، ذكرت بأن الحضور أقل من اللازم في ملعب بالتأكيد هو ملعبك في يوم مثالي جدا ومناسب جدا، وبالتأكيد فريق رسم مشاكل، بالتأكيد فريق التعاون اللي ربما أيضا يفتقد بعد رحيل جهاد عبد الفتاح آدم، الكرة تصل في الجهة اليسرى عرضية بات المهمة، لأن اللاعبين ذهنيا بالتأكيد يتغيرون بعد النجاح. هاك زميلة ينتظر مساندة، الكرة تعود بعد ذلك إلى البوسني سارج، ممكن العرضية، ممكن العرضية، العرضية تازيرجو، الكرة بترجع في نص الملعب في مكان، تعود الكرة سارج عالية طويلة في المساحة، حلوة التمريرة، حلو طلب الكرة، حلو التحرك، صعبة جدا. وبالتالي فريق التعاون اللي وصل إلى مكان بالنسبة لجماهيره حتى بعين من طلال عبسي تبعاد شنقيطي، تأخر تأخر، والأهلي لا يتأخر الآن، لا يتأخر الآن، جاني لمصلحة النادي الأهلي 2-1، الكرة تعود من جديد، توت المدرجات بكل تأكيد بالتقدم الهدف الثاني، الكرة بترجع صالح المحمدي الذي يريد أن يسلم الأمور بعلامة وبدون خسارة بالنسبة لكريستيان جروس، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر فريق الهلال تجعل كل الأمور متاحة. لكن قبل ذلك 5 مرات، الأولى في 98، هذا سارج، سارج يرسل الكرة بتبعد الآن، عادت إلى سارج، سارج حافظ عليها، قاتل عليها، الآن سارج يعرف وكل اللاعبين يعرفون بأن كريستيان جروس تطول بشكل جيد، سارج ساهم في افتكاك بعض الكرات، قطع بعض المحاولات، الآن تغيير اتجاه، لا رمية التماس والكرة بتتحول من جديد باتجاه تعود الكرة مرة أخرى في مكان الآن في الجهة اليسرى، تعود الكرة، يا سلام على الوانتو، يا سلام على الكرة عرضية في الوقت اللي نشاهد ونتابع التمريرة، تصل الآن المحاولة، المحاولة باتجاه عبد المجيد الصواب يرسل الكرة ولكن مقطوعة، شوف سارج، شوف افتكاك الكرة في لقطات كثيرة أيضا في المباراة، ممتاز سارج، ويتواجد أيضا ويبقى يوسف البلايلي.